كما عظمة مسلم كان يعلم أن النهاية الخذلان بالإنباء المعصومي. تحمل الأذى والوحدة والضيم وال 18,000 بين عشية وضحاها ما في أحد. روايات ما فيها مبالغة هاي تقول تلفت يمينا وشمالا فلم يرى أحدا يدله على الطريق، مو يستجير به، ما عنده أحد اللي على الطريق، مو يؤويه بعد. غربة مسلم كسرت خاطر الحسين، رواية تقول كسرت خاطر الحسين. نزل من على صهوة جواده ها، وأخذ يمشي في الطرقات بمحاذاة الجدران، فخاخ كثيرة ها، وين يروح؟ ما عنده مكان، ترها محتار، جائع، عطشان ها، مطارد، غريب. إلى أن قادته رجلاه إلى بيت تلك المرأة التي خلدت بالحسين. غريب أقبل عليه الليل ما يندل درب كوفان، يمشي من أعداهم ريب، لازم حافة الجدران. وقف ينباب طوع وصاح، يا اهل الدار انا عطشان. خرجت طوعا بسراجها واذا رجل واقف على باب دارها، فجرحته جرحين. الجرح الأول: يا هذا ما لي وقوفك عند بابي، اذهب إلى أهلك رعاك الله. ايش قد مؤلم هذا، أي أهل وين يروح أهله؟ أما الجرح الثاني لما شافته ملازم قالت: يا عبد الله لا أجيز لك الوقوف عند باب داري. هنا تكلم مسلم: أمة الله لا تطرديني، ترى أنا غريب ما عندي مكان، أنا عطشان. قدم الكلمة التي لا حياء فيها، وإلا المسلم كان مو فقط عطشان، جائع، مطارد. أخرجت له قدحا من الماء شربه، تناولت القدح، دخلت وهي مرتابة، ثم خرجت وإذا بالرجل لا زال واقفا عند باب امرأة أوقفه حكم القضاء، فرأته حائر الفكر فنادت في حياء: عند باب الدار لا أرضى وقوف الغرباء. قالت شربت الماي لا توقف على الباب، عيب على مثلك وقفته ببيوت لجنة، شنك جليل وشوفتك يا شهم تنهاب، لا لك دروح القمر غرب والنجم ده، الروح بعجل اهلك قبل ليظلم الليل، واقف تفكر والدمع بخدودك يسي. قالت: هلك في وين؟ قالها: في المدينة، عن ارتحلنا والدهر جاير علينا، عمي علي ومسلم انا اللي يذكرونا. يقلها: وعانا مستديرة، لا أهل عندي ولا عشيرة، غريب وهن بغير ديرة، ومثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم الفاقد نصيرة. قالت: يا غاتي ما عرفتك، ومن ري بيت منك طردتك، أنا الخادمة وسهلة طلبتك.
أدخلته إلى دارها. تقول الروايات هذا موقف إلى طوعة وموقف آخر ها قد شج قلبها لما رأته قد وقع على وجهه في الحفيرة. وليس بيدها أن تفعل شيء. وطاعة صيح على السطح وش هالكسيرة ليتك حضرت تشوف يا شيخ بن عمك الموثوق طايح بالحفيرة وقادوه مثل الطير مكسور الجناح. صاحت يا مسلم وعظمها خجلتي فيك شبيدي وني حرمة وضعيفة ولوه الدوا قلبي لفت قلبي وداويك كان سلمت من كيدهم سلم. قالها يا طاعة اليوم ما تحصل سلام وصيت شان بهالبلد طبوا قولي لهم مسلم يبلغكم جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة تشوفين وياهم علي يرفل بقيده. وصيتي الأخيرة يا طوعة زوري اليتامى وقبلي بنت حميدة. يلا سامح بيت الدعاء هذا مقطع الدعاء. تقول الروايات طوعة ها أوصلت سلام مسلم لما جاءت العائلة الحسينية إلى الكوفة وأسكنت في خريبة من خريبات الكوفة. أغلقت زينب الباب منعت الكوفيات من الدخول. يتقول الرواية بينما هن كذلك مشتغلات بالبكاء والنحيب إذ دخلت امرأة عجوز على رأسها طبق من الطعام توزع على الأطفال. فزعت زينب هرولت إليها من أنت؟ قالت سيدتي زينب أنا لست شامتة أنا خادمة. من أنت؟ قالت أنا طوعة التي أجارت مسلم. عندي أمانة من مسلم. أين بنيته حميدة؟ أشاروا إلى ناحية من الخريبة جدت خطت طوعة جلست على وجه الأرض مسحت على الرأس حميدة بافتجاع رفعت رأسها قالت خال من أنت؟ قالت بني أنا من أجارت أباك مسلم. أنتي شفتين أبوي مسلم؟ صفي لي ما حصل على أبي. ما تتحملين أنتي صغيرة بني الكبار ما يتحملون ما جرى على أبيك. قالت لا 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 بالله عليك أخبريني عما جرى علي. صاحت يا بنتي يا حميدة مصيبتي صعبة وشديدة فوق القصر حزة وريدة. هالشكل كافي لو بعد تتحملين أكثر ها تتحملين بعد تسمعين أكثر يا حميدة. 5 سنوات عمرها صغيرة ها. صاحت مصيبة أبوك تصدعين الجبال وقبل حين المشيب تشيب الأطفال شفت ميت يجرون بالحبال. هني جاوبت جاوبت حميدة يلي عليك فادي من الفراق ملتاع يقولون من فوق القصر ذبوك للقاع. يلي عليك فادي من الفراق
ملتاع يقولون من فوق القصر ذبوك للقاع والجسد من شدة الطيحة توزع وزار. لكن عندها سؤال أخير، خال طوع أسقي أبي الماء قبل أن يذبح، شنو نترد عليها؟ تقول عندما قدم له قدح الماء طاحت أضراسه. يقولون لما قلت لهم بروي ضماي وحاولت تروي مهجتك يا مهجة حشاي طاحت ثنايا لك يا بعد الروح في الماء. ما بين ما هي تندبح ولا الأليمة جاوب لسان الحال عنا بالهضيمة، لو بيدي يا بنتي ما تصير يتيمة. يقلها بعد لكن يا بنتي رتواسي بنزجية أنا انسحب جسمي وهو بالأعوجية وانتي نواسي في اليتم بنت رقيه.